مساء الخير مشاهدينا، مشاهدين روتانا خليجية وبرنامج سيدتي. تحية مميزة من فريق العمل ومني لكم ولكل من ضم لنا. اليوم عندنا مواضيع منوعة في حلقتنا، عندنا في نجوم وأضواء مقابلات وتصريحات وآخر أخبار نجوم العالم العربي، ونتعلم بعد وصفة السمك الحارة المغربية مع خبيرة مطبخ سيدتي الشيف آسيا عثمان، ونتعلم وصفة مافن التونة مع سوبر مام. طبعا كل هالمواضيع رح تشوفونها لاحقا في سيدتي، لكن في بداية الحلقة أمسي على زميلاتي في جدة والرياض. مساء الخير يا جيهان. مساء الخير هدى، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية. اليوم من جدة سنتحدث عن تجربة فنانة شابة تشكيلية مثيرة اهتمام، ولكن قبل التفاصيل أمسي على الزميلة رنيم في الرياض. مساء الخير رنيم. مساء الخير يا جيهان، أهلا فيكي وأهلا طبعا في هدى مشاهدينا الكرام، جميع متابعي سيدتي في كل مكان. اليوم طبعا من الرياض فقرات متنوعة ما بينها الأخبار طبعا، إضافة إلى حدث علمي جديد، وموضوعنا الرئيسي بيكون عن برنامج تسريع الطلبة المتفوقين للحاق طبعا بالتعليم دون المرور بجميع المراحل. التفاصيل مشاهدينا خلال الحلقة، لكن طبعا محطات سيدتي متنوعة. الآن نرجع لهدى ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. يا مساء الخير يا هدى. يعطيك ألف عافية رنيم، وأكيد إحنا بننطر فقراتك أنت وجيهان في خلال حلقتنا لليوم. لكن قبل ما أبدأ الحلقة أحب أذكر مشاهدينا أنكم تقدرون تشوفون حلقات البرنامج من خلال زيارة صفحة البرنامج اللي تشوفون الحين على الشاشة على اليوتيوب، وطبعا لا تنسون تتفاعلون معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. والحين جولة سريعة على أهم عناوين حلقة اليوم. في سيدتي اليوم، طبيبة سعودية تفوز بجائزة الأبطال الحقيقيون العالمية. وصفة السمك الحارة على الطريقة المغربية مع خبيرة مطبخ سيدتي آسيا عثمان. الطالب المتفوق يتقدم خطوتين للأمام. نجوم العالم العربي وآخر أخبارهم في نجوم وأضواء. آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وما جاء فيها. كيف تربين طفلك على المسؤولية الاجتماعية مع سوبر مام. مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم، والحين مع أهم عناوين مجلة سيدتي اللي صدرت لهذا الأسبوع وعلى الغلاف الفنانة هيا عبد السلام، وتقرون فيها استئجار الأرحام هل يتقبله المجتمع السعودي؟ كذلك سيدتي تدلك على 10 خطوات تحويل أحلامك إلى حقيقة. صمم ابتسامتك رقميا حسب ملامحك، وكيف تعالجين مشكلات صغيرك السلوكية المدرسية. وللبنات فقط، هل تكونين سندريلا؟ الفنانة هيا عبد السلام، أعرف كيف أرد على الحاقدين، وصور لراغب علامة مع منى فضالي تثير الجدل. هذا وغيرها المزيد من أخبار السياحة والديكور والمطبخ ولايف ستايل. طبعا مشاهدينا الحين بننتقل للزميلة رنيم في الرياض، وبتعطينا أهم أخبار السعودية لليوم. إليك رنيم. شكرا لك يا هدى، وطبعا جولة في الأخبار، والخبر الأول يحمل طبعا منحنى طبي مهم جدا. خبرنا الأول بعنوان فريق بحثي في صيدلية الطائف يتوصل إلى أدوية تزيد من فعالية أدوية السرطان. بالتفاصيل مشاهدينا، توصل فريق بحثي في كلية الصيدلة في جامعة الطائف برئاسة الدكتورة نهى محمد زكي إلى تركيبة صيدلية جديدة تزيد من فعالية أدوية السرطان وتقلل من مقاومة الأورام للعلاج، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا النانو وتحضير جسيمات نانومترية تحمل دواء السرطان بداخلها، وتتميز بالقدرة على الاستهداف الدوائي للأورام باستغلال السمات البيولوجية المميزة للأورام، حيث تتراكم هذه الجسيمات داخل الورم وتتجنب الخلايا غير المصابة، ومن ثم تزيد من فعالية العلاج وتقلل من أثاره الجانبية. وأظهرت نتائج الأبحاث التي تم إجراؤها بواسطة الفريق البحثي أن التركيبة الجديدة آمنة على الخلايا الطبيعية لكنها قاتلة للخلايا السرطانية فقط، وتمت الاستفادة من هذه الأنظمة الصيدلانية النانومترية ذات الخواص الآمنة والنفاذية العالية إلى الخلايا في تعظيم التأثير العلاجي على الخلايا السرطانية للقولون والرئة والكبد والثدي. إذا مشاهدينا، اختراع ما شاء الله علمي جديد وإضافة، والتفاصيل بتكون طبعا مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة نهى زكي، أستاذ مشارك في كلية الصيدلة في جامعة الطائف. أهلا فيك دكتورة.
اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بدايه طبعا ما شاء الله دكتوره نهنيكم على هذا الانجاز. وسؤالي الاول، ان عاده ادويه السرطان باشكالها المختلفه مرتبطه بان الضرر او قتل الخلايا ممكن يصل الى الخلايا الطبيعيه، هذه نقطه. النقطه الثانيه، ان عاده ممكن يكون وجود بعض الخلايا لم يتم قتلها بالكامل، ما الذي يميز هذا الابتكار الجديد من الناحيه الطبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على اهتمامكم بالجوانب العلمية دي، بتدي دفعة كبيرة للمجتمع كله. ثانيا، بالنسبة للتركيبة الصيدلانية في النانو، هي بتعدل حاجتين الحقيقة. في أولا بتعدل إن هي بتستهدف الخلايا السرطانية بدون ما تقتل الخلايا الطبيعية في الجسم. الحاجة الثانية بتعدلها إنها الخلايا السرطانية عندها قدرة على طرد أو مقاومة أدوية السرطان. فالتركيبة النانو دي بتخلي الخلايا بتخلي الدواء يتجنب الطرد من الخلية، يعني بتتغلب على مقاومة الخلايا السرطانية لأدوية السرطان. فبتخلي إنه الدواء يدخل أكثر إلى الخلايا ويقتل هذه الخلايا السرطانية فقط بدون ما يكون له ضرر على الخلايا الطبيعية. وده بحاجتين الحقيقة، إن إحنا بنخليها في حجمها نانو، يعني بتاع 100 أو 200 نانو متر، صغيرة جدا. والحاجة الثانية إنه بنعدل ألو؟ إيه معك دكتورة، تفضلي. تمام. بنعدل السطح بتاع الجسيمات النانو بحيث تتجنب الطرد من الخلية. باستخدام بقى مواد الحقيقة ليها فعالية في مقاومة الطرد من الخلية. وده اللي بيخليها الحقيقة مختلفة عن بقية الأدوية اللي بيحصل لها مقاومة وما بتعالجش السرطان. ولكن كمان الحقيقة الزيادة إن هي الأدوية العادية الطبيعية دي كمان بتقتل الخلايا الطبيعية مش السرطانية. نعم. فبيبقى لها أثر جانبية كبيرة. طب دكتورة، يعني بمعنى مختصر أو مبسط نوعا ما، يعني هو دواء يعالج الأدوية أو العلاجات على أنها تتركز على الخلايا السرطانية بدون الخلايا الطبيعية، لكن ذكرت في الخبر طبعا في صيغة الخبر صياغته أن تم تجربة للقضاء على خلايا السرطان في القولون، الرئة والكبد والثدي. بشكل عام إذا كان لا سمح الله المرض متفشي بأكثر من مكان أو في حال استخدام أكثر من علاج على المريض، هل هذا الدواء يساعد أيضا أم أنه ممكن يستخدم فقط في مرحلة معينة من العلاج أو على أجهزة معينة من الجسم؟ هو الحقيقة أنه طبعا لمنظمة الصحة العالمية أكثر أمراض السرطان المتفشية في المملكة هم أولا سرطان الثدي يليه سرطان القولون. فإحنا جربناه في الاثنين دول وزودنا عليهم كمان سرطان الرئة وسرطان الكبد علشان نشوف الفعالية ضد أنواع مختلفة من السرطانات. وكان ليه فعالية كبيرة، والفعالية زادت من 4 لـ8 مرات، ساعات وصلت 10 أضعاف فعالية الدواء العادية اللي هو من غير نانو. طبعا لنوع السرطان نفسه. وبالتالي فسؤال حضرتك بالضبط، هي بتبقى ممكن يحارب ويقاوم مختلف انواع السرطانات اللي في الجسم. وبالتالي بس الفعاليه هتختلف، يعني مثلا من 4 أضعاف مثلا، لان احنا في سرطان الرئه لـ10 أضعاف في سرطان الثدي والقولون. فهو ان شاء الله باذن الله طبعا الأمر اللي إن هو بيحارب مختلف أنواع السرطانات لأنه الفعالية زادت. وإن شاء الله يكون له نتائج promising وواعدة جدا على مختلف أنواع السرطانات. ودي أجزاء تانية من البحث بتاعنا مستمرين فيها، ما شاء الله إحنا نجربه على يعني كل أنواع السرطانات إن شاء الله بإذنه تعالى. وطبعا ربنا يكتب الشفاء للجميع على إيديكم، وإن شاء الله هذه الأبحاث تكون دائما مستمرة طبعا بدعم من الحكومة، وأكيد عدد من المستشفيات لدينا مختصة بعلاج هذه الأمراض. ربنا يحفظ الجميع. وشكرا لك دكتورة نهى زكي، أستاذة مشاركة في كلية الصيدلة في جامعة الطائف. شكرا لك وللجميع. طبعا مشاهدينا، خبرنا الثاني بعنوان طبيبة سعودية تفوز بجائزة الأبطال الحقيقيون العالمية. إذ اختارت منظمة أنقذ الأطفال الخيرية الأمريكية هذا الأسبوع الطبيبة السعودية والمحاضرة في كلية الطب في جامعة الملك سعود في الرياض نور العمر للفوز بإحدى جوائز الأبطال الحقيقيون والمتخصصة في تكريم العاملين في المجالات الصحية وأبرزها سلامة المرضى. من جانبها أعربت الدكتورة نور العمر عن بالغ سعادتها بحصولها على الجائزة التي وضعت اسم المملكة لأول مرة على لائحة الفائزين فيها، مؤكدة أهمية هذا التتويج للمملكة العربية السعودية عامة وللمجال الصحي والمرأة السعودية على وجه الخصوص. وأكدت أن هذه الجائزة
تهدف إلى تعزيز الوعي بعمل هؤلاء الممارسين الصحيين وأهمية الاعتراف بإنجازاتهم عالميا، خاصة وأنهم يقطعون أشواطا من الجهد والعناء المبذول لتلبيتهم نداءات الواجب المتتالية والمستمرة طيلة فترة خدمتهم. وكانت المنظمة قد أقامت حفلا بهذا الخصوص في كاليفورنيا تزامن مع حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب السينمائية يوم الأحد الماضي، إذ تم تكريم عدد من الفائزين بالجائزة في أمريكا بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وأطلقت جوائز الأبطال الحقيقيين عن طريق منظمة أنقذ الأطفال غير الربحية، وذلك بالتعاون مع تحالف العمال الصحيين فرونتلاين، وتعد الأولى من نوعها أي هذه الجائزة على مستوى العالم وكذلك المنظمة. مشاهدين الجدير بالذكر بأن طبعا الدكتورة نورة العمر سيتم إقامة حفل تكريم لها في شهر أبريل المقبل بإذنه تعالى هنا في الرياض. مشاهدين طبعا هذا ما لدينا من أخبار اليوم في سيدتي، لكن طبعا الفقرات مستمرة، تابعونا بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، وصفة السمك الحارة على الطريقة المغربية مع خبيرة مطبخ سيدتي آسيا عثمان.